جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من سلطنة عمان يقول سين حا راي، يقول أنا إمام لمسجد إلا أنني لا أحفظ من القرآن الكريم إلا جزئين، وحينئذ إذا صليت بالناس التراويح اضطروا للقراءة في المصحف، فهل ذلكم جائز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس من قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد من أجل الحاجة إلى ذلك، لأنه يحتاج في صلاة التراويح إلى قراءة القرآن كله أو كثير منه، فإذا احتاج إلى المصحف فلا بأس بذلك.